اهلا بكم مره تانية. القصه بدات كالتالي. البرنامج ده شاف فيه ازمه كبيره جدا عند اطفال التوحد. وزاره التربيه والتعليم طلعت قرار اقل ما يقال انه كان قرار مجرم، اللي هو بيختم شهادات اطفال التوحد بختم معاق ذهنيا. واحد من الطلبه دول اشتكى الاهل واشتكى المدرسين بان هو مش مجنون. واحنا عارفين كويس جدا انه اطفال التوحد في العالم كله كانوا عباقره وكانوا اساتذه في الفن والرياضه والعلوم الانسانيه. عملنا هذه الحلقه والحمد لله ربنا نصرنا بنسبه 80% على وزاره التربيه والتعليم، وتحت ضغط قصص الامهات والتقرير اللي اتذاع عن اطفال التوحد الوزاره غيرت هذا الختم المهين. واحنا بنعمل حلقه رحنا مدرسه فيها اطفال توحد، سجلنا معاهم. الاطفال اتكلموا بشكل احسن من وزير التربيه والتعليم، انا اسف يعني. كل واحد فيهم قال امنيته، لا قال عاوز يبقى مهندس، لا قال عاوز يبقى دكتور. لفت انتباهنا الحسن. الحسن قال انا عاوز ابقى مذيع، انا بكل ثقه وبحضور الحقيقه غير عادي جدا. مر اسبوع والتاني استاذنا اهله ورتبنا معاهم وجي حضر معانا هذه الحلقه. حضر الحلقه دي وحضراتكم شفتوا الحسن الخبر اللي اختاره كان عامل ازاي، طريقته في الكلام كانت عامله ازاي، اهتمامه كان بالتاريخ، اهتمامه في الموسيقى حتى مختلف، رايه حتى فيما يخص المواطن المصري انه عاوز يبقى صوته، رايه في فكره العدل. بذمتكم شخص زي ده، طفل زي ده في السن ده بيقول الكلام ده، يستحق من وزاره التربيه والتعليم كل هذا الاهمال؟ واستحق من وزاره التربيه والتعليم الاهانه اللي كانت موجوده في قرار ما يسمى بختم الدمج او ما يسمى بختم الاعاقه الذهنيه؟ اعتقد وزير التربيه والتعليم لازم يشوف الحسن النهارده بيتكلم، ربما يتعلم منه كيفيه الحضور التلفزيوني، يتعلم منه ايه القضايا اللي ممكن يهتم بيها. خلينا يعني نفهم اكتر عن موضوع الحسن، لانه الحقيقه جات له مداخلات كتير جدا بس احنا وقتنا ضيق، من الاستاذه مها. والاستاذه مها هي واحده من الاساتذه اللي بيدرسوا لي الحسن في المدرسه، وهو اتكلم عنهم بشكل كويس. مساء الخير يا استاذه مها. خير، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا فندم. انا احب اشكر حضرتك اولا طبعا على اتاحه الفرصه لحسن ان هو يحقق حلمه. فيعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، مش هزود على كلام حضرتك. يعني حضرتك قلت كل اللي انا المفروض اقوله، ان اهو حسن قدامكم كلكم شايفين حسن نموذج، يعني ده نموذج من النماذج اللي عندي. طب هو يزعل منك دلوقتي يا اسامه على فكره؟ ليه؟ عشان بتقولي حسن. الحسن. انا قبل ما ندخل قلت له ازيك يا حسن، زعل تقريبا كان هيضربنا كلنا في الاستوديو، قال لك انا اسمي الحسن. بالظبط. ازيك يا الحسن؟ لا هو مش موجود معانا في الاستوديو دلوقتي. مش موجود والله. هو خلاص فكرته خلصت؟ ما فيش مشاكل، اوكي. فهو طبعا هو نموذج، يعني نموذج من النماذج اللي عندي طبعا. حضرتك شفت هو ده، وده واحده من شهاده حسن اللي اتختمت بالاعاقه. فأنا طبعا عايزة أعرف، يعني هل فعلا حسن معاق؟ هل حسن هو يعني ده من النماذج اللي هي والله العظيم باللي احنا شفناه النهارده، هو يدي درس للساده المسؤولين واستاذ وزير التربيه والتعليم. انا عايز بس اقول لحضرتك، هو سامعك، لان هو صمم ما يروحش وقال انه يدخل يقعد في الكنترول علشان يشوف احنا بنشتغل ازاي والتليفونات بتدخل ازاي والكاميرات بتتحرك ازاي. فهو موجود دلوقتي وسامع حضرتك، واحنا اللي بنشكرك جدا ان هو يجي لحد هنا وانك سمحت لنا بهذه الفرصه، وان هو يكون عنده هذا الراي في المدرسين بتوعه وانكم بتتعاملوا معاهم كويس. بشكرك جدا يا استاذه مها، وبشكر جدا كل الاهالي اللي شايلين على عاتقهم هذا الحمل وقادرين يتعاملوا معاه في مجتمع للاسف الشديد ما بيهتمش غير بنفسه، ومجتمع للاسف الشديد خلينا نصنفه بحقيقته ان هو مجتمع عنصري.